خلينا برضه نروح للكابتن، نحاول نجيب حد من خبراء التحكيم عشان نديكم جرعة سريعة كده عن كل اللي بيحصل، ونشوف الهدف الثاني للنادي الأهلي اللي عليه كلام كتير عشان نبقى منصفين. ويمكن الكابتن ضياء قال الأقرب إنه تسلل، وأنا بقول الأقرب إنه تسلل، ولكن خلينا نحاول نجيب حد من خبراء التحكيم ومن خبرائنا يقول لنا في كلمة ونص تسلل ولا مش تسلل، على كان ايه نجيب حد خبير وحد متخصص، ومش هنلاقي افضل من الكابتن ناصر عباس الذي لا يتأخر عنا ابدا، لان عشان ندي الاتحاد حقه وندي الناس حقه. لكن في المجمل طارق مجدي النهاردة من وجهة نظري كان رائعا ولكن لا يفتى، والكابتن ناصر عباس معانا، خلينا نرحب بيه. كابتن ناصر عباس السلام عليكم يا كابتن ناصر. عليكم السلام كابتن عبد الناصر، تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل المعجبين بيك وتحياتي لكل الناس اللي بتشوفك. ربنا يخليك. سريعا يا كابتن، ملاحظاتك على طارق مجدي والسؤال الذي يتصدر المباراه، الجون الثاني القفشه تسلل ولا مش تسلل؟ طبعا تسلل واضح موجود، احنا قلنا اللاعب كان اقرب الى خط مرمى المنافس من كل من حاجه من الاثنين يا كابتن عبد الناصر هنقولها. اتفضل. هنا الكرة أنا بعتبر الكرة هنا برضك نفس الموقف، لو هو سبق الكرة هنا بيعتبر في موقف تسلل، وهنا هنا الكرة كانت متأخرة عن اللاعب، واللاعب اللي هو قفشة كان في موقف تسلل لحظة تمرير الكرة ليه من زميله أو جايه. يعني يسأل على ذلك حمل الراية. المساعد رقم واحد أكيد، يعني هو كان مفترض يربط ويكون عنده يقظة وتركيز لحظة تمرير الكرة من أجاريه إلى أفشا. هنا مهم جدا يبقى التمركز يا كابتن عبد الناصر مع آخر تاني مدافع. صح. التمركز واليقظة والتركيز في هذه اللعبة كان المفروض يكون موجود. وعاوز أقول هي اللعبة الحالة حالة مركبة يا كابتن عبد الناصر، مركبة من أول ما اتلعبت للاعب وهو جاي لاعب الأهلي المهاجم وقطع من القلب ما كانش فيه تسلل. بعد كده لما راحت للاعب التاني ولعبها ليه أفشا، هنا كان المفترض إن الحكم المساعد يرفع رايته. طيب ضربة جزاء علي معلول؟ ركلة جزاء صحيحة 100%، وأنا بقول لك الكلام دوت نتيجة القانون ومش بقول كده وخلاص، ولكن القانون هنا بنقول إيه يا كابتن عبد الناصر؟ إن في كل الاحتمالات في مخالفة لمسة اليد لابد إن إحنا ننظر لاعتبار مهم جدا وهو وضع اليد، وضع اليد، حتى لو الكرة ارتدت من جسم اللاعب أو من جسده أو من قدمه وجت في ايديه وهي الايد مش في وضع طبيعي، هنا المخالفه موجوده بحساب ركله الجزاء والقرار صحيح للحكم طارق مجدي. وتنفيذها صحيح 100%. والتنفيذ صحيح، ولكن انا باخذ على طارق مجدي حاجه واحده بس، اللي هو ما كان يجب عليه ان هو ينذر محمود رزق، لان هي هذه اللعبه مش تعطيل هجوم واحد ولا هي تسديده على المرمى مباشره. طيب في دقيقه، هل لديك ملاحظات اخرى على الكابتن طارق مجدي؟ انا شايفه النهارده لعمل واحده من احلى مبارياته. طارق مجدي انا زي ما قلت لحضرتك احيانا ما بيبقاش الحكم محظوظ نتيجه خطا مش منه هو. برافو منه عليك. هو كحكم. برافو عليك. برافو ولكن عليك. انا شايف ان طارق مجدي النهارده ثبات انفعالي. بتفق معاك. تحركات على اعلى مستوى، تمركز في المباراه، عنده ثبات انفعالي هادئ جدا جدا، اعتقد كل قراراته اللي خدها طارق مجدي كانت قرارات صحيحه. وكابتن وحتى نكون منصفين، الموسم غير الحكام فت بسم الله ما شاء الله، لياقتهم البدنيه عاليه، الناس خسة، وده واضح جدا من احمد العدوي اللي كرشه انقرض تماما واصبح غير موجود. بندعم التحكيم بقوه وبنستفيد منك احمد العدوي من الحكام السويس المحترمين، الحكام المجتهدين، ويمكن برضك ما كانش محظوظ في الماتش اللي لعبه. حمل الرايه حكم اعتبره حكم من الحكام المتميزين. بشكرك شكرا جزيلا كابتن ناصر عباس على هذه المعلومات. شكرا جزيلا. اذا لا يفتى وناصر عباس في المدينه. الهدف الثاني لأفشة تسلل الواضح، ضربة الجزاء صحيحة 100%، تنفيذها صحيح 100%، هو خطأ حامل الراية في الهدف، وما كان لطارق مجدي انه يدي انذار لمدافع الاتحاد في لعبة ضربة الجزاء، لانها لم تكن في هجمة واعدة ولم يكن متعمدا، ولكن تحرك الايد كان موجود وضمن الشروط الخاصة باحتساب ضربات الجزاء.